الدار نتاع مواطن يطيش وين يجي ما على بالوش، ما يهموش في العون البلديه اللي هو مسكين يعني باش يعمل جهد باش ينظف. تحكي لي شويه على تقييمك لعمل البلديه لسنه 2022 2021 و2022، شنو رايك؟ هل فما تقدم والا معناتها كيما هو الوضع؟ بالنسبه لي انا مانيش راه في تقدم في البلديه، خاطر الدنيا كيما تشوف نسكنوا في المروج ديما البوبيل موجوده مش قاعدين نهزوا فيها، يعني يجيو نهار نهار لي فهمتني. بالنسبه لسيرفيس البلديه الداخل يعني في الاداره كيف كيف يخدموا على كيفهم بالروتار، مستهترين تحكي معاك انها درشنو بجيت باش تعمل لها، يعني ماكش ومش قاعدين يقوموا بخدمتهم. علاش ربطنا البلدية بغياب الضمير المهني؟ والله هذاك السؤال المحير. هذاك السؤال اللي قاعدين نسألوا فيه الناس الكل، علاش البلدية مش قاعدة تقوم بخدمتها؟ علاش عاوين البلدية قاعدين يعملوا في المواطن بطريقة غير لائقة؟ باهي انت حكيت لي على البوبيل اللي في كل بلاصه ونهار يخدم، انت ما تراش زاده فما نوعا ما استهتار من المواطن، معناتها كونه حتى كان تنظاف البلاصه معناتها حتى كان البلديه تجي وتنظف العباد ترجع ترمي من بعد. سي فغي، وهذاك يلزم البلديه زاده تحط لي بوبيل في البلايص الكل باش المواطن وما كي يتعدى يلقى وين يحط، فهمت؟ كي انت تتعدى وما تلقاش وين باش تحط شنو باش تعمل؟ باش يتلزوا هما. ساعات بجنب البوبيل تبدا فارغه، معناتها هي بدا تبدا فارغه وتلقى بجنبها معناتها دايره البوبيل اسوبوا معناتها كادتو باش يطيش الساشي. فما عباد هكاك زاده فما دور نتاع مواطن واستهتار نتاع مواطن يطيش وين يجي ما على بالوش، ما يهموش في العون البلديه اللي هو مسكين يعني باش يعمل جهد باش ينظف فهمتني. اليوم بعد المطالب وبعد ما صوت معناتها صوت الشعب وسلوا بعد ما خلينا نقولوا نعيشوا في وضع ديمقراطي، مازلنا نقولوا معناتها نمنوا بتقاعس في اداء العمل؟ بالطبيعه مازال التقاعس. ان شاء الله تتطور الدنيا وان شاء الله. دونك بالنسبه لك انت فاش يتمثل الحل؟ الحل هو كل ويلي كل ويلي نتاع ولايه يلزموا يخزر البلاصه اللي يسكن فيها، يعني البلاصه اللي شددها وما يحط. شنو التحسينات اللي قامت بهم البلديه في جهتك انت مثلا؟ حتى شيء، مازالوا شيء، حتى شيء. مروج كيما هي، يعني حتى بنيت وليت مروج سيس كيما هي. دونك الى اين؟ الى اين؟ هذه سؤال محير ديما نسألوا فيه، وهذيك اش خلى العباد الكل تحب تخرج برا الى اين؟